السن لو هو فعلا حقيقي، بس مش هايلايت على الموضوع. حبايبي ديكي فيه انت عايز تتضايقي لما يقول لك انت قصيره شويه عن يور ايج. اه انا فاهمه شويه بس اتس اوكي على فكره، في ناس كتير قصيره ومش هو في اكثر كمان بتكلم على كده. فبقرر انه الفاليو بتاعتي المدح ده اي نو لونجر تيك ات مع ماما. الكورس ده عباره عن ورشه، احنا بنسميه ورشه لانه اغلبيته معتمد على فكره ان احنا بنعمل تمثيليات نمثل فيها ان احنا دور الطفل او بنمثل ادوار معينه علشان نعرف هو بيفكر في ايه وهو مستوعب ايه لما بيكون بيتعرض لموقف معين. فببقى قادره استوعب انه الطفل لما بيكون في الموقف ده في الاغلب بيكون حاسس بالقلق والخوف والقهر، فابتدي لما اتحط في مكانه ابقى فاهم انا يبقى نفسي بيتم التعامل معايا ازاي في الحالات اللي زي كده، فبقى انا كأم وكأب بنتعامل بالطريقه دي. فهي عمليه جدا، الافكار اللي احنا بنقولها عمليه وقابله للتطبيق. النقاش اللي بيحصل في خلال الورشه بيثري الورشه شخصيا، فخبرات الامهات المختلفه بالاعمار المختلفه ده سبب تشجيع لامهات تانية في نقاط تانية كتير. المشكله اللي بينك وبين طفلك مش في الطفل، يعني هي المشكله مش في الطفل، هي بتتراكم حاجات كتيره قوي ورا بعض خلت ان في مشكله بينك وبين الطفل، فهتخليكي تحطي عينك او تعملي سبوت على الحاجات اللي ممكن تكون عامله جاب بينك وبين ابنك يعني او بنتك وتربيهم تربيه سليمه. اهالينا اتعلموا اللي احنا اتعلمناه دلوقتي كان هيفرق في شخصيتنا جدا، كان هيبقى الوضع مختلف تماما. اي حد عايز ولاده يطلعوا افضل منه بكتير، فاحنا شغالين على كده. لازم احنا كمان نشتغل على نفسنا، لان اكتشفت ان لا احنا مش بنربي بس، احنا بنتربى معاه. فانا شايفه انه لو في حاجه اغلى من التربيه وفي حاجه اغلى من النتيجه اللي انت هتشوفيها كمان 20 سنه في اولادك دلوقتي تاخدي عشانها كورس، هتكون ايه؟ يعني ما اعتقدش انه اي حاجه تانية ممكن اكون بدرس فيها ممكن تكون قيمتها زي قيمه فكره ان انا اطلع انسان سوي للمجتمع، طفل سوي، شاب ناضج، مواطن ناضج وحد في المجتمع ناضج وعنده صوت وعنده رأي وبيعمل الصح لمجرد انه صح. انا مطلوب مني ان انا اعمل ايش اساسا، لكن في الاخر المسؤوليه دي تقع عليا كشخص اخر.